بيسالوا طباخه ماهره. لا عشان لا والله. بس امال ايه؟ الله ده احنا نخش مباراه. لا انا كنت بطلب. انت مش انت الوحيد اللي استثنى، انت ما اكلتش من ايدي. تخيلي. لا 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 دي فظيعه. انا عارف ان بيتك بيت كرم كمان. لا 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 لا, 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 لا. فظيعه فظيعه. وبعدين عندها اختراعات كده بتعملها وتتميز بيها. وما ترضاش تقول لك الطريقه طبعا. زي يعني مثلا انا دايما اطلب منها اكله معينه. ما انت اصلا غريب الشكل والمضمون. بيطلب ايه؟ تمشي جايب الحاجه الصعبه. فانا كل شويه اقول اعملها له اعملها له، وبعدين اكتشف انها صعبه وعايزه بقى دوشه واعمل والف وفاهم. فراخ ملفوفه جواها خضار. لا مش خضار. جواه رز بالكبد والكلاوي. يا سلام. حاجه يا سلام. ما كنتش في حته ثانيه والله. وتتعمل في صينيه؟ لا يعني بعد ما بتتلف الاول الرز بالخلطه يتعمل. الرز بالخلطه يتعمل. وبعدين تلف ال 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 الفرخه الصدور الفراخ اللي هي البانيه دي مفروده طبعا. وتلفها كويس. وبعدين تلفها فويل وبعدين تسلقها. يا سلام. بالفويل. طبعا. عشان تمسك عشان ما تفكش. وتستوي. وبعدين بعد ما تستوي تفكها. وتحطها في لبن وتحمرها. يا سلام. اول مره تقول الطريقه. والله العظيم اول مره تقول الطريقه. بس ما حدش يعرف يعملها برضه. ايوه انا قالت المعلومات لكن بتتعمل ازاي والخلطه فيها ايه والبهارات ايه. صاحباتي ساعات يكلموني مثلا في تصوير مثلا. عايزه تعمل المكرونه اللي انا بعملها، فابقى مستغربه قوي. طب انا اشرح لك يعني انا عندي مشهد يعني انا عندي